deux islams, entre deux types d'islam, pour rendre compte de la pensée d'un savant musulman contemporain. Pour répondre en fait à cette question, nous allons, il faut aborder le projet réformiste de Saïd Kamal al-Haïdari. تقول لي يعني احنا نتجاوز القرآن؟ اقول لا، ما نتجاوز القرآن ولا نتجاوز مباني مدرسة اهل البيت، نتجاوز ما قاله علماء مدرسة اهل البيت، هذا هو الذي ينتهي، مو القرآن ينتهي. القرآن ما هو؟ ها، كتاب خالد الى قيام الساعة، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ذاك مو كلام بشري، ذاك كلام ماذا؟ ذاك كلام الهي، ذاك لا ينتهي. نعم، ما قاله الطوسي ماذا يكون؟ ها، يكون محكوم بهذه القوانين، بقوانين الفكر. ما قاله المفيد يكون محكوما بهذه القوانين. ما قاله الصدوق يكون محكوما بهذه القوانين. ما قاله المجلسي يكون محكوما. ما قاله علماؤنا بعد 500 سنة، 100 سنة، 50 سنة يكون ماذا؟ محكوما بهذا. وهذه هي دعوة الإصلاح التي أدعو إليها، دعوة النقد التي أدعو إليها أعزائي، أننا إذا أردنا لمدرسة أهل البيت أن تستمر في حياتها لابد أن نفعل ماذا؟ دائما أن نعطيها دماء جديدة، نضخ فيها دما جديدا وفكرا جديدا وقراءة جديدة وفهما جديدا لمباني القرآن ولقواعد القرآن ولمباني أئمة أهل البيت، النبي والأئمة سلام الله عليه.